عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة تانية. تعالوا بقى نروح ونتابع مع حضراتكم آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة وفروعه المختلفة مع زميلتنا العزيزة روزان نصر. روزان موجودة حاليا في فرع النادي الأهلي بالجزيرة. يا صباح الفل عليك يا روزان، اتفضلي احنا سامعينك. ده روزان لسه صح. صباح الخير يا كريم. بالظبط لسه صاحيه فعلا، لسه نايمه. اثبتي ان هي صاحيه. صباح الفل يا روزان عليكي، بقالك فتره ما بتطلعيش معانا. صحيان بدري ده صعب جدا. شيء صعب جدا، والاصعب في الشتاء بصراحه الحقيقه. ربنا يعيننا وربنا يعينكم انتوا بالتحديد، يعني يوميا بصراحه الموضوع يعني صعب جدا. ربنا يخليكي، اتفضلي يا روزان احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة هكون متواجدة طبعا مع حضراتكم لنقل طبعا كل الأخبار سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى. هنبدأ طبعا بالمواجهة يعني القوية جدا النهاردة، يعني هنبدأ بآخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة طبعا مارسيل كولر قبل مواجهة ريال مدريد اليوم في كأس العالم للأندية. وأدى الفريق طبعا ميرانو الرئيسي الأخير أمس، وعقد بعدها مارسيل كولر اجتماع مع اللاعبين للحديث طبعا عن خطة لقاء النهاردة. كل تمانين بالفوز النهاردة، يعني هو لقاء أكيد صعب، مواجهة قوية، ولكن يعني مفيش مستحيل طبعا للنادي الأهلي زي ما عودنا دايما. من كرة القدم بقى هنروح للسيدات الطائرة في الأهلي اللي بيصعدوا لربع نهائي كأس الطائرة. تأهل الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حمدي الصافي لربع نهائي كأس مصر في الموسم الحالي، ومن المقرر أنه بيلتقي سيدات النهاردة في ربع النهائي مع هليوبلس الذي تغلب على فريق ناصر الشعيب. والجدير بالذكر كمان ان سيدات الاهلي هم حاملين لقب الموسم اللي فات والبطوله الماضيه، يعني بعد الفوز على الصيد بصاله الشباب والرياضه بمدينه 6 اكتوبر، وبنتمنى لهم كمان كل التوفيق الموسم ده. من سيدات الطائره لرجال طائره الاهلي اللي هيواجهوا الاتحاد السكندري في كاس السوبر المصري. طبعا اليوم كمان بيبدا اليوم مشوار رجال الكره الطائره في بطوله كاس السوبر، عندما يخوض مواجهة صعبة ومهمة جدا أمام فريق الاتحاد السكندري على صالة نادي المقاولون العرب، وتقام المباراة في 6 مساء. وحرص الجهاز الفني للفريق على عقد محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وتقديم كل ما يمكن من أجل الفوز طبعا بكل المباريات وكل الأشواط للتتويج بالبطولة. أخيرا كمان خبر من الألعاب الأخرى، ولكن عن شباب يد الأهلي. فريق الشباب لكرة اليد مواليد 2006 حقق فوز مهم على حساب نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس مصر كمان. وتقدم شباب يد الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 13-10، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني لتنتهي المباراة لصالح الفريق بنتيجة 27-23. طبعا يعني دي كل الأخبار المتعلقة بالألعاب الأخرى بالتحديد هنا من النادي الأهلي فرع الجزيرة. بشكركم وعودة لكم مرة ثانية. المفروض العكس. روزان بنشكرك جدا جدا على التغطية الرائعة كالعادة، شكرا لك.